له في مسابقة عبد اللطيف جميل. بداية المباراة النهاردة النصر بيلعب بحارس المرمى حسين شيعان، أربعة مدافعين، من اليسار القائد حسين عبد الغني، من اليمين خالد الغمدي، مع البين دفاع محمد عيد، ولا فوز من قبل للتعاون على النصر. وهنا محاولة من أحمد الزين، يلعبها لأفولو، إيفولو يسدد، وبرافو حسين شيعان بالعرض سفياني، لكن هي راية وتسلل ولا هدف، هو هدف، هو هدف لفولو، مر جهاد الحسين بالعرض، وهنا ربيع السفياني يخطف الأول لصالح التعاون. 1-0. الكرة الفريدي يعدي، يمر كويس الفريدي، يراوغ يراوغ الفريدي، لكن الكرة أدريان يا ولد حلوة مش معقولة، لكن جول، لكن جول، لكن جول الأدريان، هي للتسديدة وهي للكرة، أهي الكرة، أهي الكرة، أهي أهي أدي التسديدة وادي الكرة. هذه الكرة التسديدة وادي الكرة. يلعب في اليمين لمحمود معاذ، يلعب التمرير على الارض حلوة، جهاد استلم لعب بالعرض الرويلي الثاني، تيكي تاكا تيكي تاكا، سكر القصيم لا يستسلم لا يستسلم، التعاون ما بيستسلم. يسدد مايكا، لعب لابراهيم، يهيئ مرة ثانية للخمدي، عرضية عرضية شايع، النصر رجع، النصر رجع وشايع وشايع، مايكا وادي غالب وادي الخمدي وادي العرضية، والمرة دي شايع شراحيلي يسجل الثاني في الدقيقة 80. جديد مر كويس مايكا مع الكرة، مديبو مايكا يلعبها بالعرض، مايكا غالب غالب، النصر غالب، النصر غالب، وابراهيم غالب هو مفاجأة النصر، ابراهيم غالب هو مفاجأة ابراهيم غالب. بص 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 العرضية، بص غالب، رأسية غالب تفجر شباك فايز الاسماعي، فايز يلعب الكرة طويلة، ولكن هنا صافرة النهاية النصر.